الفيروس. في نفس الوقت استمر برنامج الدعم للفئات الاكثر تضررا والمواطنين، ويمكن احنا وصلنا ان الدعم بنهايه 19 20 بلغ 89 مليار جنيه، 53 مليار للخبز و36 مليار للسلع. ولكن الاهم في هذه الفتره كان هناك 168 ألف بطاقة تموينية جديدة لفئات إحنا كنا شايفين أكثر احتياجاً تم إصدارها. الحقيقة كان هناك التوجيه الدائم من فخامة الرئيس الاحتياطيات السلع، مش عايزين يحصل في مصر اللي حصل في بعض الدول الأخرى من اختفاء السلع الغذائية والتموينية، وده اللي خلانا بدل ما كنا عندنا احتياطيات متوسطها 3 أشهر وصلنا في ظروف الجائحة إن بقت احتياطياتنا ما بين الأربع إلى 6 أشهر في كل السلع. والحمد لله المواطن لم يشعر للحظة أن هناك أزمة في هذه السلع التموينية، وده كان راجع إن كل المصانع كانت شغالة بأقصى قدرة ليها ولم يتم إيقاف أي مصانع معنية بهذه المنتجات. الحقيقة يمكن في العام المالي القادم الحالي اللي بدأناه من أول يوليو ودعماً للمواطن المصري البسيط وأصحاب المعاشات والموظفين في الدولة، الحقيقة الدولة وضعت 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، ودول يمكن النقطة المهمة كان عشان يغطوا ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات، وأيضاً إقرار علاوة دورية بنسبة 14% زيادة للمعاشات علشان نقدر إن احنا نرفع من مستوى الأسر اللي أصحابها يعني أو أربابها بقوا في سن المعاش. في نفس الوقت تم زيادة الباب الأول من الأجور للعاملين في الدولة بمبلغ 34 مليار عشان أيضا نرفع من مستوى الدخل للموظفين وللأسر أو الفئات اللي احنا بنعتبرها هم دي الفئات محدودة الدخل والمتوسطة. والأهم أيضا إن احنا عملنا إجراء تغيير تعديل تشريعي في ضرائب الدخل بحيث رفعنا حد الإعفاء حتى يصل إلى إن أي مواطن النهاردة دخله 2000 جنيه ما بيدفعش أي ضرائب دخل النهاردة. هناك كان برنامج حياة كريمة اللي أطلقه فخامة الرئيس لتطوير أفقر 1000 قرية، والنهاردة هذا البرنامج بالرغم من جائحة كورونا استمرينا بالتنفيذ بصورة كبيرة جدا في المرحلة الأولى منه اللي هي كانت 143 قرية، والنهاردة في خلال هذا العام هنتجاوز العدد 375 قرية هيتم الانتهاء من تطويرهم تطوير كامل، تطوير في كل مناحي الحياة لمواطنينا هناك، يبقى عندهم صرف صحي، شبكة مياه على أعلى مستوى، خدمات، سكن كريم، حتى الوحدات الغير أمنة أو المبنية بالطين أو الحاجات المؤقتة بنساعد أهالينا هناك إن هم يبقى عندهم سكن دائم بشكل متوفر. بنوفر فرص عمل في هذا البرنامج الكبير اللي النهاردة يمكن المرحلة القادمة هذا العام احنا محددين له أكتر من 8 مليار جنيه لهذه القرى إن شاء الله في خلال هذا العام عشان ننهي هذه القرى 375، ويبقى على طول من العام القادم نبدأ في مجموعة أخرى عشان ننتهي من إن شاء الله 1000 قرية بأسرع وقت ممكن.